السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع حضراتكم كل جمعة، وبجد من قلبي اللقاء ده أنا بحبه جدا، وبحس إن أنا قلبا وقالبا مع إخواتي، وبفضفض وبتكلم معاهم بكل أريحية وكل سلاسة وبساطة، غير أي حلقة تانية حتى مهما كانت مفيدة ولله، لكن الحلقة دي من القلب للقلب. صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بالأسعار. ناس كتير جدا كلمتني الفترة اللي فاتت على كتير من الموتوسيكلات، مش نوع واحد، ولكن تقول لي يعني ينفع شيء؟ اكن بعد ما اوفر الفلوس واجيب ثمن الموتوسيكل الاقيه زاد 1000 و2000 و3000. طيب ايه العامل في اختلاف الاسعار؟ لان فعلا هي بتبقى حاجه تزعل. اكن انا بعد ما اوفر يعني الموتوسيكل مثلا ب 10، بعد ما اجيب ال 10 الاقيه ب 12. الموضوع ملوش دعوه بدوله او عالم او حروب او مش حروب او الكلام ده، لا، الموضوع كله قائم على سياسه التجار. ازاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في البدايه السوق عرض وطلب، يعني العالم لو ماشي في سلام وهدوء وكل حاجه ممكن تلاقي حاجات بتغلى. طيب بتغلى بناء على ايه؟ طب ما الحاجه ثابته اهي والدنيا شغاله وزي الفل. هقول لك النهارده في حاجه اسمها عرض وطلب للسلع. حاجه مطلوبه هتلاقي سعرها بيزيد، حاجه مش مطلوبه وسوقها راكد واقف هتلاقي سعرها ثابت او بيقل عشان تتباع. تمام؟ زي مثلا تاجر حصته من الشركة مثلا 10 15 20 موتوسيكل من النوع الفلاني، جاب ال 20 موتوسيكل فبقى عنده ايه؟ بقى عنده كمية، فممكن يحط على الموتوسيكل 200 300 500 1000 زي ما بيحط بعد نقل وشحن والكلام ده، ويكسب فيه ال 200 300 ال 1000 دول ويبيع، فتلاقي السعر ماشي ومتداول وزي الفل. طب ما عادش عنده الا الثلاث اربع حتات فبقت حاجة عزيزة، او التجار بيكلموا بعض يتفاهموا مع بعض الحاجات الخبيثه دي، تقول لك ايه؟ لو عندك كذا، لا ما عنديش، طب عندك، فالسوق ما عادش فيه النوعيه دي، فاللي عنده حته او اتنين بيعمل فيهم ايه؟ خلاص هم كده كده مش موجودين اللي عندي، فيبدا يعلي في السعر بمزاجه. تمام؟ او هو موجود في السوق بس بكميه قليله، زي ما انا قلت لك كده كان عنده 15 حته ما عادش عنده الا اتنين تلاته، فيبدا يبيع بمزاجه. تمام؟ خلاص انا مش خايف عليهم فبمزاجه. فيبدا السعر يعلى من هنا. ولذلك في كل اول دفعه لما احس ان في موتوسيكل كويس وهياكل السوق بقول يا جماعه انهضوا احجزوا. مفيش تاجر بيقول الكلمتين دول، كل تاجر مفيش حاجه اسمها احجز. اي تاجر بيقول لك معاك تعالى اشتري، ما معاكش ما تشتريش. بحيث ان لما الحاجه ترفع هو يكسب. لا انا بقول لك احجز وظبط امورك بحيث ان الحاجه لما ترفع انت ليك ايه؟ موتوسيكل، نزلت ليك موتوسيكل، رفعت ليك موتوسيكل، انتهى الموضوع. فده بناء على موضوع الاسعار ده لازم تحطها في دماغك. وموضوع ان دول ظلموا ومش لا ده مش حرام، مفيش حد للكسب، طالما مش اللي هي مش السلعه اللي هي القوت الاساسيه فالموضوع، وبعدين لها بدايل ولها اماكن ثانيه، فبرضه ما تظلمش حد وما تعرفش ظروف حد. تمام؟ يبقى موضوع الاسعار اختلاف السعر من مكان لمكان بيختلف، المكان، الموقع، الايجارات، الكلام ده كله، او الكميه اللي عنده او كميه المنتج نفسه في السوق. يعني في موتوسيكلات سعرها ثابت، مفيش فيها زياده. ليه؟ هي مش مطلوبه في السوق او سوقها قليل. تمام؟ مع انها كويسه، هو ده صيني وده صيني، او ده هندي وده هندي. وعلى فكره على العموم برضه معلومه مهمه جدا، مفيش فرق بين صيني وهندي، كل الشعب شعبي. يعني الكفاءة، لما أقول كفاءة موتوسيكل عن موتوسيكل تاني لازم تحط في دماغك دي، موتوسيكل عن موتوسيكل تاني ما ينفعش أقول صيني وهندي أو ياباني وإيطالي أو مش، لا أنا بقول خامته، مواصفاته، إمكانياته، بعد دول سعره. لكن ما أروحش أقول الموتوسيكل ده محترم، ليه؟ عشان هندي. يا سلام. طب أنا مثلا لما الصين تديني حاجة، بلاش الصين، مصر لما تصنع لي حاجه مصريه 100% ويطلع لي بمواصفات كويسه اقول لا اصل مصري وحش. لا طبعا، ده من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها النهارده الصناعه المصريه. دي حاجه بقى ايه؟ زي ما اقول لك طاقه نور في وسط اللي احنا فيه. الحمد لله الصناعه المصريه بدات تتطور جدا وتتقدم جدا جدا جدا. زي ايه؟ زي مثلا صناعه الكاوتش. النهارده مصنع بيراميدز. مصنع بيراميدز النهارده بيصدر لست دول. ست دول مصنع بيصدر لهم كاوتش مصري، صناعه ميد ان ايجيبت، صنع في مصر.
صناعه الموتوسيكلات، صناعه الموتوسيكلات كامله بقطع غيارها. انت من 2014 تقريبا اغلب قطع الغيار بتستخدمها شركه واحده بس في مصر. يا عم ازاي يا عم؟ ده مكتوب عليها شركه كذا او كذا او كذا. كل الشركات دي او اغلبها بيروح للمصنع ده هو او المستورد ده هو يقول له اعمل لي 1000 قطعه كذا بالبادج بتاعي. قال لا، يعني مصنوع في مصر، مصنوع في مصر بدرجات زيه زي الصين بالظبط. يعني مصر ممكن تضاهي صناعه الصين وتتفوق كمان. انت متخيل؟ هو راجل بيعمل لك اللي انت زي الصين. انت بتروح بتقول له انا عايز منتج ب 10 جنيه، بيعمل لك منتج ب 10 جنيه على قدك. واحد تاني بيقول له انا عايز نفس المنتج بس ب 100 جنيه عشان يبقى حاجه خامه كويسه، يعمل له نفس المنتج بنفس مش عارف ايه بس نفس السعر، وهو نفس الشركه ونفس المصنع. يعني انت ما تفكرش ان انت تروح لواحد. ولذلك برضه هنتكلم عن مساله التجار اللي يقول لك ايه؟ انا عندي مكنه استيراد كامل 2018 2010 وسعرها كذا. يا ابني ما هو سبحان الله اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا. ده بيضحكوا عليك. انا قلت لك 100 مره وعملت كذا فيديو ازاي تشتري موتوسيكل، طريقه شراء الموتوسيكل، وان شاء الله هعمل لك ازاي تفحصه فحص كامل وانت بتشتريه سواء جديد او مستعمل. تمام؟ وعملتها قبل كده موجود. ولكن عشان تعرف انت بتشتري ازاي مش بتشتري ايه. اصل ايه ديت؟ يعني بقفل موتوسيكلات كتير لناس، وبقى هو اللي جايب الموتوسيكل وانا اروح اقفله الاقي حاجات متبدله. يعني في مكان درجات في السوق، لكن هي نفس الصناعه، هو نفس المستورد او نفس المصنع، بس درجات، درجه اولى ودرجه ثانيه، مش اصلي ومضروب. مفيش حاجه اسمها اصلي ومضروب، لا، في حاجه اسمها درجه. زي شفت فرز البلاط السيراميك، فرز اول وفرز ثاني. ايه الفرق بين الاثنين؟ انت لازم تفهم عشان تعرف ترد على اللي بيشتغل. تمام؟ الفرز الاول بيقول لك كرتونه السيراميك او البورسلين او البلاط مستحيل تلاقي فيها غلطه. الفرز الثاني ممكن تبلط منه مستحيل ما تلاقيش فيها غلطه نهائي، وكتير جدا بياخد فرز ثاني او ثالث عشان ايه؟ اوفر في السعر ونفس الاول، مفيش فيه غلطات. لكن ممكن يقابلك بلاطه مقوسه، بلاطه فيها حرف في سنه كده. تمام؟ ده الفرق بين الفرز الثاني والثالث والاول. نفس الموضوع في الموتوسيكلات، هو ده صيني وده صيني، ده نفس المصنع بتاع ده طالع من عند ده، بس ده فرز اول مستحيل تلاقي غلطه، لا في الحمشة سي ولا في محرك ولا ولا ولا، صيني. الثاني صيني ونفس المصنع ونفس كل حاجه، بس ممكن تلاقي عيب صناعه، لحم بارز شويه، مش عارف ايه، وبيقل في السعر حوالي 1000 1000 ونص او 2000 جنيه ويمكن اكتر من كده. يبقى ده الفرق، فرز اول وثاني مش معمول تحت السلم. طب يا ريت نعمل تحت السلم في مصر. انا بتمنى يكون واحد همه على البلد، همه على الشباب، ويعمل مصنع مواتير محركات في مصر. وبرده من ضمن طاقه النور اللي طالعه ان شاء الله كلها سنه والموتوسيكل صناعه 100% من اول المحرك لغايه الكاوتش هيبقى صناعه مصريه 100%. تمام؟ ان شاء الله ما عادش هيبقى استيراد نهائي للموتوسيكلات خلاص، هيبقى الموتوسيكل كامل كده ميد ان ايجيبت، صنع في مصر، محرك بجنوط بشاسيب كله. انا النهارده حوالي 80 85% من كل الموتوسيكلات اللي انت شايفها دي صناعه مصريه. لا، بعد كده يبقى المحرك بالحاجات اللي هي الحساسه بقى، يعني اللي بيجي من بره المحرك والكتل الفرمله ورا وقدام والكلام ده، لان الحاجات دي حساسه محتاجه ماكينات خاصه عشان خطوط الزيت والامكانيات بتاعتها. تمام؟ فالحاجات السهله احنا بنعملها. ان شاء الله السنه الجايه تقريبا باذن الله يعني هيبقى الموتوسيكل كامل عندنا. ويا رب اتمنى ان زي ما الناس بتعمل بره سواء هوندا، دوكاتي، كوازاكي، سوزوكي، الحاجات ديت، احنا اصل بص احنا مش هنقوم الا بكده، مش هنفوق الا بكده. النوم، بص، ان الكسل ما بيجيبش الا نوم، والنوم ما بيجيبش الا كسل. لازم نقوم ولازم نعتمد على بعض، ولازم نعتمد على نفسنا، مش نعتمد على بعض، نعتمد على كل واحد يعتمد على نفسه. انا قدامي مسؤوليه لازم اعملها، لازم اشتغل. في واحد حمل هم امه، واحد اسمه أساهير تقريبا، ده اللي هو يعني صاحب النهضه الصناعيه في المانيا. واحد
ساب تعليم وساب دراسته وساب كل حاجه، بس اهم حاجه حمل هم دولته ونهضت. والمانيا بقت فين؟ محركات خلاص، هي المحركات الماني او سيارات او اي حاجه الماني انتهى انساها. فعشان كده لازم بلاش سياسه التخوين، ده مستحيل، والتيئيس واللي تحته لا. هنبقى هنبقى ان شاء الله نقدر نقدر، بس كله بفضل الله. ما هي بص، هي ليس لها من دون الله كاشف، ربنا الاول ثم اعتمد بقى. ما تعتمدش على حاجه برضه، ده انت تاخد بالاسباب. الاعتماد الاول والاخير على الله سبحانه وتعالى، بعد كده يعني ما تعتمدش، لا تاخد بالاسباب. اسباب ايه؟ اسباب النهوض، الصناعه والسعي، فهمتني؟ والتطور. وبرضه زي ما بقولها دايما، ما ينفعش نبدا من حيث بدا الاخرون، كده انت هتفضل فاشل طول عمرك، هيفضلوا سابقينك بمئات السنين. لا، ده انت تبدا من حيث انتهى الاخرون. تشوف الصين انتهت لايه؟ لمحرك رباعي الاشواط بيستهلك بنزين لتر كل 40 كيلو. لا، انا عايز بقى ابدا من هنا عشان ابقى ماشي معاهم، بدايتي معاهم هم، يبقى احنا متساويين. اشوف المانيا، اشوف اليابان عاملين ايه؟ عاملين ستايل كويس في الهوندا، ايطاليا عامله ستايل كويس جدا في دوكاتي. اشوف هم انتهوا لايه؟ اجيب الستايلات دي كلها انزلها عندي، حتى لو تقليد، ايه المشكله؟ اقلد شغلهم، بعد كده اعمل حاجه لنفسي انا، اجيب ناس مصممين يعملوا لي تصميم خاص بيا. التصميم ده الفريد في العالم، ما حدش عمله. هي مش هتيجي الا كده. وبص، اللي ملوش قلب ملوش رزق. ومن تهيب صعود الجبال ظل ابد الدهر بين الحفر. ما تخافش، توكل على الله. وبص، من يصدق الله يصدقه الله. اللي يصدق مع ربنا، ربنا يصدق معاه. تتوكل على الله صح، ربنا يدينا. ولكن تنهض، ما ينفعش تنام، ما ينفعش تكسل. بس وندعم بعض، وده يدعم ده، وده، ومحدش بياخد من رزق حد. يعني ما تهدش في اخوك عشان تظهر، لا، ابنين معاك واطلعوا سوا، ايه المشكله؟ الرزق مش بالشطاره، ده يرزقكم من حيث لا تعلمون. الله، لازم نعتمد على الله ثم ناخد بالاسباب. سيب بقى سياسه التخوين والكلام ده، وان شاء الله باذن الله. يعني دي كانت اخبار سريعه او فضفضه النهارده، فضفضه سريعه مع اخواتي الحبايبي. وربنا يا رب يبارك فيكم ويسترها معاكم ويخليكم ليا ودعواتكم. وما تنسوش شارك الفيديو والاعجاب والتعليق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.